ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الثور، توقعات يوم الجمعة الموافق 10 مارس 10 اذار 10/3/2023. لو كنت النهاردة يوم الجمعة هيبقى عندك يوم مناسب عشان تخطط لخطط أولية بتتعلق بمسؤوليات كتير جدا في أسرتك وفي بيتك. اليوم ده مش هتتمكن من انك تنقل كل الواجبات اللي مفروض تنقلها لشخص تاني، لازم انت اللي تقوم بيها، مش هينفع تدي الوضع ده لحد غيرك، انت مفروض تكمل المهمات اللي عليك. النهاردة كتير هيبقوا بيعتمدوا عليك فما تخزلهمش. هيفضل النهاردة انك تعمل رحلات قريبة مش بعيدة عشان ما تبقاش مش عارف ترتبها كويس لأسباب عائلية جدا بشكل أساسي ليك، لكن خليك حذر أكتر من كل الأماكن اللي ممكن يكون فيها حركة زيادة، فيها ازدحام زيادة. هيجيب ليك النهاردة ضيوف للبيت، خليك مستعد ليهم. في تجمع هيبتدي يحصل في مكان معين، حتى لو في مش في البيت هيبقى بره، هيكون ده بيكفي جدا لمشاعر كتيرة فيها مزاج حلو بالنسبة ليك. هتبقى انت مبسوط جدا باللي بيحصل، هتعرف تزيل كل المخاوف في بداية يومك. هيبقى عندك كتير من المحادثات الحلوة، كتير من الاجتماعات المش رسمية واللي انت حتى مش مخطط ليها قبل كده، لكن هتبقى مهمة جدا انك هتعرف تبقى على طبيعتك. بالنسبة لكل المواليد هيكون يوم حلو، هيتطوروا بشكل مختلف جدا، لكن حاول تتقبل كل حاجة زي ما ذكرناها بالظبط. حتى لو حبيت تغلق باب واحد هتبتدي تفتح قدامه باب جديد. يوم الجمعة هيجيلك يوم عشان تعرف تفحص بين الأشخاص اللي حواليك ايه نيتهم وايه طبيعتهم تجاهك. النهاردة هتاخد قرارات بشأن أشخاص كتير كنت بتقضي معاهم طريق حياتك وبتتقدم معاهم، حتى لو كان بيقربوا لك أو حتى كأنهم كأصدقاء ليك. أشخاص هيبقوا متشابهين مع أفكارك شوية أو حتى متابعين لطريقة مسيرة حياتك، وبعد كده هتبتدي تتفكك معاهم، خاصة انك هتبقى حابب انك تنقذ العلاقات اللي ممكن تبقى مختلة في اليوم ده ومش ثابتة. بشكل عام هيتطلب منك الشهر مارس 3 اننا نبقى كلنا في طريق جديد، نعرف ندرك بيه العالم حوالينا بشكل كويس لكن بطريقة جديدة، ليه وجوه تعتبر جديدة في حياتنا مفيش فيها اي تحيزات ولا اي اتفاقات ولا حتى اي ضغط، عشان نتوافق اكتر مع ناس يبقوا مناسبين لينا ولظروفنا اللي روحنا حتى مش قادرة تتقبلها بشكل كبير. في شوية تفاهة عندنا، الضحك هيبقى مش صادق في الفترة دي، عندنا ابتسامتنا هتبقى مزيفة، هيشوفها كل الاشخاص اللي حوالينا، بس ممكن تبقى انت بتزعج بيها اشخاص معينين مش بيحبوا يشوفوك بتضحك. الوقت النهاردة مناسب عشان تعرف تلاقي راحتك العاطفية بشكل كويس مع اشخاص وحاجات هتبقى انت بتستغلها في الفترة دي، وهتبقى معاك عامل مشترك في مستقبلك ان شاء الله. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه مشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.